تسلم. انا مزعور قوي، هي الاوضه بقت نظيفه كده ليه؟ روح ابويا وروح جدي جم نضفوا لي الاوضه عشان ما اقعدش في العفونات. الصوت ده، روح ابويا وروح جدي شاطر، روح موزه ما اطلع اشوفها. 4 35 قلت ما بدهاش بقى. صح، يبقى كده البوسه تقف بكام يعني؟ البوسه يا لهوي دي غاليه قوي، هو حصل ايه في الدنيا ولعت كده ليه؟ ما تجيب بوسه بوسه كده في الصاله عين عينك. ما تقوم ترقص هنا شويه راجل اتلم، ده انا حامل في التاسع. انت كنت بترقصي وانت حامل فيا؟ اتاري شخصيتي طلعت مهزوزه. قوم البس بقى وانسى. انا هنزل دلوقتي اروح الورشه، بس لما ارجع هترقصيني. ده انت مصر بقى. يلا يلا سلام. فاكر يا كيتي؟ سحنوس انا جبت كل حاجه. نزل ولا لسه؟ كان هينزل. ليه ما نزلش بس؟ خينا جدي. يا لهوي ده نهار اسود، اعمل انا دلوقتي يا كيتي؟ هتستخبى طبعا، تعالى استخبى. خينا انزل على طول كده. امي عارفه بتتكلم مع مين يا كيتي؟ ده بتاع العيش. ماشي افضحهم. مسوع على ايه؟ كركم البلد. عاش خاين ومات كلب. طول عمرك حمار، حمار زي ابوك. احترم نفسك يا عرفان. امال كنت عايزني اعمل لك ايه يعني بعد ما مسكتك انت وامي في الشقه؟ انزل اجيب لكم ازازتين بيره؟ انا طول عمري صدقتي بامك، عامله زي ما تكون كده جيرل فريند بتاعتي. ما هو كلامك ده اللي مشككني فيك. انت شكلك اتجننت. ما انت لسه قايل لي بلسانك اللي انا قلته لك ده حصل، يبقى انا عرفت منين؟ ما هو ده اللي مجنني. بس والله العظيم، والله العظيم مش زي ما انت فاهم. يبقى موضوع منبه جدي ده حقيقي ومش خيال. ما بلاش جو الفانوس السحر اللي انت عايش فيه ده. بص انا مش هحلك يا عرفان الا لما تقول لي ايه نهايه موضوع امي ده. انت مش بتقول ان المنبه ده يقدر يرجع الزمن لورا؟ مظبوط. ولو عملها مره يعملها التانيه. يبقى احنا لا مؤاخذه نروح بربطه المعلم كده نجيب نهايه الموضوع ده ايه، وبالمره برضه ندور على الفانوس السحري، المصباح السحري، الحاجات القديمه بتاعه زمان الجميله ديت. بص يا رضا، الكلام اللي انت بتقوله ده كلام صحيح وجدك كاتبه في الورق، بس الراجل ده كان على اخر ايامه كبر وخرف وكان بيتبول تبول لا ارادي، فممكن يكون قال في الورق ده وهو بيتبول تبول لا ارادي. اخرس، انا جدي اشرف وانضف منك. متناجل على رأي المثل، الميه تكذب الغطاس. انا وانت نخطف رجلين عبر الزمن نشوف الحقيقه ايه ونرجع على طول. تروح انت لوحدك، انا راجل كبير وعندي الضغط وممكن اتعب منك في الرحله دي. تعال معايا وهجيب لك دواء الضغط. ما ينفعش يا رضا، انت اللي لازم تروح لوحدك عشان تشوف الحكايه كلها من طقطق لسلام عليك. ماشي انا هروح لوحدي وهسافر وارجع عبر الزمن، بس عارف لو رجعت وما لقيتكش. يا راجل اتنايل. ربنا يسامحك. ربنا هيسامحنا كلنا. خلاص بقى ما تقوقش بقى، خلاص امسك المنبه اهو. لا مش همسك. طب ايه، اجيب لك مصاصه؟ لا انا عايز بوزو. بوزو ايه ونيله ايه؟ امسك المنبه الزفت ده، اظبطه على ربع ساعه زياده عن الساعه اللي كنت فيها. ها استنى، ما تعملش حاجه. سلام يا رضا. ركوب آلة الزمن صعب قوي. نزل ولا لسه؟ كان هينزل. ليه ما نزلش بس؟ اكيد. يا لهوي ده نهار اسود، اعمل انا دلوقتي ياك ايه؟ هتستخبى طبعا، تعالى استخبى، استخبى وراك كده. ماشي انزل على طول كده.
بتتكلم مع مين يا خيتي؟ ده بتاع العيش. طب انا هنزل الورش، عايز اعقم الشارع. عاوزك طيب يا حبيبي. يلا حالا بالا بالا هنوا ابو الفاطمه، هيكون عيد ميلاد الليله اسعاد الاعياد، فليحيى ابو الفاطمه. حبيب عرفان صاحب صاحبك وصغير انت اخويا يا سعد، يلا بقى انفخ في الشمعه عشان ناكل الدرطه وننبسط كلنا. ده يا سعد اللي انت عملته وهببته ده، الله يخرب بيتك، انت بتدفع في التورته؟ قولها بقى انت والست حرمك، وانا نازل اشوف الورشه اشقر عليها، وانت النهارده هاف ا نايس تايم. انا كنت متاكد يا مامتي ان انت شريفه ونضيفه، وعم عرفان مش كلب ولا حاجه. يا رضا يا رضا، ما ينفعش تلعب في الماضي، ده الكلام اللي قاله جدك في الورق اللي هنا جنب المنبه، اللي انت بتفكر فيه ده جنان. انا قلبت الموضوع في دماغي ولقيت ان الطريقه اللي بقولك عليها دي انسب طريقه ان انا ارتبط بنور. انت عبيط يا ابني، منور قدامك، ما تروح تكلمها بالوش ده. ده على اساس اللي انت من كام سنه ورا كنت احمد عز. مش بالوشوش، بالقلوب. امي قالت لي كده وانا قلبي طيب، وعلى فكره امي بتحبني. ما القرد في عينهم وغزال. ما هي قالت لي كده برضه. ايه ده؟ وربنا يا عم عرفان لو ما جيت معايا وسمعت كلامي لاشرب زيت باكم وموت نفسي. زيت باكم اللي هو ايه؟ اللي هو كده. لا بلاش ده، بلاش ده، ده غالي وما بنعرفش نجيبه. اهدى بس كده وصلي على النبي وقول لي في دماغك ايه. ولا حاجه، هتيجي معايا. اجي معاك فين؟ عبر الزمن. زمن ايه؟ والورشه سيبها لمين؟ ناصر. ناصر لا. ايوه رضا موتورز. اطلع يا ناصر. ايه قفلت الورشه قد؟ ايوه. خدوني معاكم اتفسح. ايه شغل خدوني معاكم لاركب تاكسي ده؟ لا ما هو مش هينفع ناخدك معانا يا ناصر، انا وعمك عرفان رايحين مشوار صغير كده عبر الزمن وراجعين تاني. اه ادام في عم عرفان يبقى فيها حريم. رايحين فين يا لقمه؟ ندعك الفانوس. فانوس ايه اللي هتدعكوه؟ فانوس جده. طب ما تاخدوني ادعك معاكم. لا لا مؤاخذه، خليك انت الفانوس الجاي باذن الله. والنبي يا عم عرفان هدعك بالراحه. ماشي يا سيدي هيجي معانا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده العربيه ما بتدورش يا ناصر. والنبي زق كده، ربنا يديك الصحه. زق وماله، ادام فيها دعك يبقى لازم نزق في الاول. ولعلمك هتدعك اول واحد. عايز زقه متعه كده. انطر بقى. ماشي، اللي يدعك لوحده يزوى. 27/5/2011 الساعه 4 العصر. التاريخ ده انا مش هقدر انساه. 27/5؟ ده مصر كانت بتلعب الكاميرون. انا بتكلم على نور. نور ما كانتش بتلعب في الكاميرون. مفيش كاميرون اصلا في الحكايه ولا غنى. بعد اذنك بقى يا عرفان بقى. نور يوميها كان عندها درس. ايامها نور كانت في الثانويه العامه. وانا كنت مستنيها بره من غير ما تشوفني طبعا. يا رضا بقول لك اخلص، الولايه مستنياني هناك. ما حسسني ان انت متجوز هند رستم، حرام عليك يا اخي بقى. كمل كمل. نور دخلت شارع هادي، دخلت وراها وقلت بس هي دي اللحظة المناسبة ان انا اعترف لها بحبي. حلو الكلام ده. لا مش حلو. اول ما جيت اقرب منها لقيت في شاب نازل من العربية. الشاب ده كان شبه العربية الدوج ريام بالظبط. الحلوة ليه رفع حواجبها ومحدش عاجبها؟ طبعا انت سخنت وتدخلت. انا سخنت الحقيقه، بس ما اتدخلتش. محسوبك عطل اللي بيموت في الشعبطه. اوعى يلا. صحيح، الطاري دايما مفتري. يعني سبتها لوحدها، الشباب يعكسوها ومشيت. اصل انا بصراحه خفت اتدخل. الشاب اللي عامل زي العربيه الدوج ينفضني ويعلم عليا. كنت هتعلى في نظرها قوي. لا كنت هسقط في نظرها. هنا بقى احنا عايزين نرجع ونصلح اللي حصل ده. خطر، مش هينفع يا رضا. جدك بيقول اهو لو غيرت احداث في الماضي الحاضر هيتغير والاماكن هتتغير وهتختلف الوشوش. معنى كده ان احنا لو لعبنا في الماضي الحاضر هيتبهدل. ما تقلقش يا عم عرفان، وان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. استغفر الله العظيم. طيب يا سيدي هات المنبه في النص، بس خلي بالك اقصى حد لينا ساعه واحده بس.
يعني لو ملحقناش نعمل اي حاجة قفانا هيقمر عيش. يظبط بقى الايام والشهور والسنين. تمام. حط المنبه في النص. جاهز؟ جاهز. يا اختي والراجل اتاخر كده ليه؟ عمال يعوي بره. يا ريت يا لهوي. لا ده انا رزقي واسع قوي. ده الليله باينه عليها حلوه من اولها. انتوا طلعتوا لي منين كده وانا بقميص النوم؟ قميص النوم ايه يا وليه؟ ده انت لابسه اسوان. يا ريت. الا مين رزق ده؟ اكيد صاحب الصوان. يا ريت. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. بقول لك اسكتي. انت متجوزه رمسيس الثاني ولا ايه؟ فين انا؟ مين دول؟ والله العظيم يا حبيبي ما اعرف، دول طلعوا لي كده فجاه على السرير. فعلا يا استاذ رزق المدام بتتكلم مظبوط، احنا طلعنا من السرير. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا رضا؟ هو الاستاذ رزق حمار عشان يصدق اللي انت بتقوله ده؟ احنا بتوع الغاز وجايين نكشف على الماسوره الام. حب عمري ابن قلبي والله العظيم ما خنتك ابدا. اسكتي يا خاينه يا سفله. انا اول واخر مره عايش معاكي. انا عايش معاهم. انا هتصل لماما. لا لا ماما لا، استنى بس يا رزق يا رزق. فكك من الرزق دوت وخليكي في الرزق اللي في ايدي. طيب انا هطلع بره بقى وارد عليكم الباب يعني. الله بواسيها. انت نسيت لازم نلحق نور ومشوار نور. معلش يا غزال، ساعة زمن وراجع لك تاني. ماشي بس ما تتاخرش. وانا اقدر برضه. مع السلامة يا رز يا رز. هلا هي نورا يا عم عرفين. انت طالع بمنظرين يا رضا؟ انت هناك اهو. النهار ازرق. ايه القميص اللي انا لابسه ده؟ ده فعلقي جامد. يا ريتني كنت لبست البطيخي كان احلى بكتير. العيب مش القميص، العيب في الرخيص اللي زيك. عيالهم؟ العيالهم؟ ايه العيالهم؟ انت بتقول لي انا؟ ايوه. يلا يا رضا اتشطر وتلحلح كده ومدمر العيال كلها. يلا يلا يا بيه، انت بطل النهارده، اليوم يومك يا دمشقي. شد يا وحش. يلا يا رضا. يلا حفزني حفزني يا رضا. الحلوة ليه رفع حواجبها ومحدش عجبها؟ محسوبك عطل اللي بيموت في الشعبات. اوه يا نهار اسود. ايه ده؟ رضا سيبوا الحيوان اللي بتعمله ده. انت خايف على بروح امك؟ لا قالوا لي يا سوزي انت بيضه كده طبيعي ولا بتاكلي زبادي كتير؟ لا باكل زبادي كتير. بترص كويس يا روح امك، انت بترص في حجر جرانيت يا اسطى. ناصر انا برص لك الحجر، انا بيغذي النافوخ يا اسطى. اسمي المعلم ناصر موتورز يا روح امك، ولو مش مصدق ليه افطه هيك؟ ماشي يا معلم ناصر، حكمتك يا رب. ادي للحلق للي بلاه وداه، وكمان بترد عليا يا ابن الصرمه. يا ناصر يا حيوان ما تهزرش، بدل ما اجي امشيك على كبالك. ايه الكره الشراب المفتله دي؟ الواد ناصر سلكه بس عمل حادثه في فروه راسه ده ولا ايه؟ انت قاعد عندك بتعمل ايه؟ خش اتغير، ايه عندنا شغل يالا. الله الله الله، انت خدت ولا ايه يا رضا؟ المعلم ناصر ايده طرشه يا عم. اوعى يا عم، من امتى كده رضا من غير الف ولام؟ ومن امتى ناصر سلكه بقى معلم؟ من 4 سنين يا روح امك. ايه الصوت ده؟
بلغت؟ لا عملت عملية تجميل.